يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى قطع الوضوء هل ينقطع وضوءه وإن لم يأتي بناقض له؟ لا، إذا نوى قطع الوضوء بعد كمال الطهارة ولم يقطع الوضوء باقي، لكن لو نوى القطع أثناء الوضوء، لو نوى القطع في أثناء الوضوء انقطع، لأنه ما بعد كمل فيعيده من أوله. أما بعد فراغ الوضوء فلا ينقطع إلا بالحدث، نواقض الوضوء المعروفة.